ما جيت لونك سكن في كل بيت حي الله العماني ما ظن غيره حبيت احمر الدم واللون لك عشقنا مجنون نحبك نحبك نسأل الله العون هذا هذا علمنا رافع دوم سمنا وينها وين الصفقة وين باقي جمعنا كلنا لك هتفنا غالية منتخبنا أحمر 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 روحنا لك ودمنا شافوك 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 قصوا عليهم حبوك مع دري يحبك السامبا يسموك عمان سجل الهدف الأول الهدف الأول لاحظ 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 هو الخطأ اللي كان حاصل الرأسية اللي لعبت بشكل جميل من فوزي بشيء لاحظ فوزي لاحظ فوزي لاحظ فوزي الرأسية ذاتي تهيا والكرة مباشرة ذات الحزن الربيع وبالتالي حزن ربيع والجو ربيع في مسقط يأتي ويسجل الهدف الأول يطلقون عليه في عمان الأمين كان فيها المنتخب لاحظ مرة أخرى لاحظ 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 احتسب ضربة الجزاء قبل ذلك اللحظة ضربة الجزاء ضاعت ضربة الجزاء مثيرة للجدل وفي ردة فعل هنا في المحصورة الرئيسية طبعا من العمانيين من رئيس الاتحاد من الكل الكل خلف المنتخب العماني إذا تحرك في عمان في مختلف المدن الولايات العاصمة مسقط المضار الفوز هو قادر المنتخب العماني في حالة هجوم للزحف العاجل بدون خطيرة المرور واعتقد اعتقد ممكن يكون ضرب ممكن يكون ضرب ضرب آخر المنتخب العراقي لأن جاسم غنام عنده بطاقة صفراء وحالة أخرى في العدد وجود على نقلها حالة الفرد الثالثة على المنتخب العراقي طبعا في تصور مستحق ليس ولا ما عنده بطاقة صفراء وما بعد الصفراء إلا الحمراء أتت البطاقة الحمراء وربما الآن نقطة تحول أخرى عمان سجلت وحافظت على سلام شاكر مقدم موسم جيد لغاية الآن في دوري النجوم القطري محاولة عمانية إلى الأمام تحول جول هدف بهدف لكن لاحظ لاحظ في عمل في عمل ومباشرة كرة ثلاثية وصلت إلى عماد الحوسني الرشيق غزال عمان اللي برشاقة يحطها رأسية وبالتالي يسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب العماني حسن مظفر في الأخير المنتخب العماني تبدو الكرة خطيرة أخرى لمصلحة عمان العماني تبدو الكرة خطيرة أخرى لمصلحة عمان 19 من القدم اليمنى للاعب المنتخب العماني حسن ربيع وبالتالي لاحظ 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 ثلاثة أهداف لكن كابتن فيصل الدخيل نشوف أول المحاولة هل دي حقائق؟ ما أعتقدش مدرب كبير بهذا الحجم وهذا التاريخ يوصل لهذا الأمر ضربة حرة بدر الميماني عملها القصير عملها القصير عملها المكير عملها الهداف الخطير حبيبي حبيبي سجلت هدف جميل في البحرين هدف ويا له من هدف عملها بدر الميماني البدر 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 خامس نص ملعب سلاسل بدر الميماني اللي معاه الكره دلوقتي ممكن يستهلك وقت ويعمل باص بجول ادي باص بجول ادي باص بجول ادي باص بجول
كاب وإلى البطولة. وحتى الآن الأمور هنا لا زالت مثيرة ومثيرة جدا، والكرة خطيرة، هذه ملعوبة، فرصة، جول، جول عماني من حسن ربيع. حسن ربيع يتقدم داخل منطقة الجزاء العمانية القطرية. محمد ربيع في جو بديع وربيع، في أهم ركلة ترجيحية في تاريخ هذا اللاعب، في تاريخ كرة القدم العمانية، أهم ضربة ترجيحية في تاريخ كرة القدم العمانية منذ أن لعبت عمان تاريخ كرة القدم، أهم ضربة ترجيحية. محمد ربيع في جو بديع يرسل الربيع لعمان، الكل يتابع. بيسجل لا ولا لا يا سعد؟ بيسجل، بيسجل محمد سجل. ربيع لو سجل، لو سجل البطولة عمانية، لو سجل البطولة عمانية. محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة. أوه أوه عمانية 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 لعمان. فازت عمان بكأس الخليج 19، بطل كأس الخليج منتخب سلطنة عمان. يا لمن مشهد، يا لمن مشهد أمامنا الآن يحدث في مجمع السلطان قابوس في بوشر. علي الحبسي بطل، البطل هو علي الحبسي، والآن الابتسامة هنا من الآلاف، ذل ابتسامة للملايين من الأنصار والمشجعين في سلطنة عمان. أخيرا 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 عمان بطلا لكأس الخليج، أخيرا نشوف بطل جديد اللي هو المنتخب العماني. الكويت 9، العراق 3، المنتخب السعودي يبقى إلى 3، قطر لقبين، والآن والإمارات إلى لقب، والآن عمان. زين خذنا حلوة سعد من بدري، لأن أعتقد بتخلص الحلوة للعمانية الليلة. ها والله يا أخي طلبات الحين متأخرة أبو محمد، بس ما أعتقد إن شاء الله أقدر أحصلها. الله يعينك، لأن الحلوة العمانية والكرم العماني والميداليات الكبيرة. علي الحبسي ورفاقة في هذا المشهد الجميل، المشهد هنا في مجمع السلطان قابوس في بوشر، والمشهد داخل أرض الملعب. الحقيقة لم يتحرك أحد من الجماهير، كل الجماهير باقية تنتظر الأبطال، تنتظر نزول الأبطال من المقصورة الرئيسية لكي تعانق مع الأبطال كأس الخليج وكأس الخليج بالمشهد اللي شاهدناه. طبعا الكأس اللي أمامنا هي الكأس السادسة، وكان طبعا في قطر التي قدمت الكأس للمرة الثالثة في خليج 17، وكانت الفكرة قطرية، الفكرة كانت لسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وهي من تصميم الفنان العراقي أحمد البحراني، وصنعت في إيطاليا، وهي نفس المصنع الذي صنع كأس العالم.